مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حصادنا لهذا الاسبوع. اقدمه لكم انا علي عمر وانا ميديا دورسن من رباز نيوز، اهلا بكم. مساء الخير. أحيى المجلس الوطني الكردي في سوريا الذكرى 17 لانتفاضة 12 من آذار عام 2004، أول انتفاضة ضد نظام الأسد في كافة مدن وبلدات كردستان سوريا. وفي السياق أصدر المجلس الوطني الكردي في سوريا بيانا في ذكرى انتفاضة قال فيه: كانت انتفاضة 12 من آذار ردة فعل طبيعية وتعبيرا عن رفض الشعب الكردي في سوريا لمجمل المشاريع الشوفينية والسياسات الاستثنائية الجائرة التي اتبعتها الأنظمة والحكومات المتعاقبة في سوريا بحق شعب يعيش على أرضه التاريخية ويرفض كل أشكال الاضطهاد العنصري الذي مورس بحقه. وأكمل البيان: وتخليدا لذكرى الانتفاضة وشهدائها، أقرت الحركة السياسية الكردية باتخاذ يوم 12 من آذار من كل عام يوما للشهيد الكردي في كردستان سوريا. وأصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانا في ذكرى انتفاضة 12 من آذار، وجاء في البيان: يحيي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أبناء الشعب السوري في ذكرى انتفاضة آذار عام 2004 التي أشعلها السوريون الكرد انطلاقا من مدينة قامشلو مرورا بعامودة وعفرين وحلب وصولا إلى دمشق. وجاء في البيان أيضا: انتفاضة 2004 كانت علامة تشير إلى الروح التي تنبض في قلوب السوريين والألم الحقيقي الذي يعيشونه والظلم الذي يتعرضون له، كما يكشف شوقهم للحرية والانعتاق من الاستبداد. وبمناسبة الذكرى 18 بعد المئة لميلاد الأب الروحي للكرد الملا مصطفى بارزاني، أقام المجلس الوطني الكردي احتفالات في كافة مدن وبلدات كردستان سوريا. وشملت الاحتفالات في كردستان سوريا في ذكرى ميلاد الخالد مصطفى بارزاني زراعة أشجار الزيتون على مزار شهداء انتفاضة 12 من آذار وشهداء بشمر قاروش، وتنظيم ندوات سياسية حول مسيرة الملا مصطفى بارزاني قائد الحركة التحررية الكردية في كردستان. كما ونظمت بشمر قاروش حملة تشجير في مقراتها. وفي السياق وفي تصريح خاص لرباز نيوز، تحدث دولوفان روباري القائد العام لقوات بشمر قاروش عن نشاطهم قال فيه: نظمنا حملة تشجير في ذكرى ميلاد البارزاني الأب بمقرات بشمر قاروش، وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التحيات لعوائل الشهداء الأبرار. لا يزال الكرد في كردستان سوريا يتذكرون الذكرى السنوية الثالثة لكارثة عفرين بحرقة وألم ووجع كبيرين. أعوام مرت ولا شيء يلوح في الأفق فيما ستؤول إليه الأوضاع أكثر مما شهدتها عفرين من مآس ومعاناة من ظلم وانتهاكات وممارسات لا إنسانية بحق الكرد فيها. استمرت الحرب 58 يوما، خلال تلك الأيام استشهد الآلاف من شباب منطقة عفرين المنضمين لبيادة، بالإضافة إلى استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين جراء القصف الجوي والبري. وقبل انسحاب بيادي من قرى عفرين كان يقوم بزرع الألغام في القرى بين منازل المدنيين وأراضيهم الزراعية، وثبت ذلك باستشهاد العشرات من مدني عفرين الذين قضوا جراء انفجار الألغام عند عودتهم إلى قراهم ومنازلهم. وعندما دخلت الفصائل المسلحة إلى مركز مدينة عفرين، بدأت الفصائل كالجراد بالقيام بأعمال النهب والسلب والسطو والنشر والاستيلاء ونهب محتويات منازل المدنيين والدكاكين والمحلات التجارية والمعامل ومصانع البيرين والمعاصر والسيارات والجرارات والدراجات الآلية، وقاموا ببيعها في إدلب وإعزاز المجاورتين لعفرين. بعدها قامت الفصائل المسلحة بالقيام بالأعمال غير الإنسانية من قتل واعتقال واستيلاء وفرض أتاوات على المدنيين وطلب الفدية مقابل إطلاق سراح المعتقلين وتوجيه تهم واهية للمدنيين بهدف الوصول إلى مبتغاهم في الحصول على حفنة من المال من المدنيين الذين عانوا الويلات بسبب الحرب الدائرة في عفرين. وفي ذكرى ثالثة لكارثة عفرين، أدان المجلس الوطني الكردي في بيان له الانتهاكات التي ترتكب بحق الأهالي في عفرين، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة بإيقافها.
وجاء في بيان المجلس الوطني الكردي: ندعو تركيا إلى تحمل مسؤوليتها هناك وإخراج تلك المجموعات المسلحة من المناطق السكنية في عفرين والبلدات والقرى التابعة لها وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين. وأضاف البيان: كما وندعو الائتلاف الوطني الثوري إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المجلس الوطني الكردي بخصوص العمل على وقف الانتهاكات وإعادة النازحين إلى ديارهم. وفي عفرين الكردستانية أيضا، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إن الانتهاكات في عفرين بكردستان سوريا تسير بشكل ممنهج وهي ليست فردية. وتطرقت المنظمة في تقرير لها إلى بعض الانتهاكات بالأرقام والأدلة: قطع أكثر من 1,400,000 شجرة، تجريف التربة في أكثر من 43 موقعا أثريا، سرقة الأسد البازلتي من موقع عين دار الأثري واللوحات الفسيفسائية من موقع النبيهوري، عمليات القتل والخطف العشوائي حيث لا يزال أكثر من 1,000 مواطن ومواطنة مجهولي المصير. نبقى في عفرين. وبعد مضي أكثر من 3 أعوام على اختطافهما، أفرجت الفصائل المسلحة في منطقة عفرين بكردستان سوريا عن شابين كرديين كانا قد اختطفا منذ عام 2018. وقالت المصادر المحلية من عفرين إن كل من الشابين رفعت مراد وعبد جمال موسى أفرج عنهما بعد مضي أكثر من 3 أعوام على اختطافهما. والشاب رفعت مراد ينحدر من قرية جوركا التابعة لنحو ناحية ماباتا، بينما ينحدر الشاب عبد جمال موسى من قرية جلبري التابعة لناحية شيراوة. وأفرجت الفصائل المسلحة في منطقة عفرين قبل أيام عن شاب كردي، وذلك بعد قرابة 3 أعوام على اختطافه. وذكرت المصادر المحلية أن الفصائل المسلحة أفرجت عن الشاب إيبش إبراهيم خليل حبش من قرية عرب أوشاغي التابعة لناحية ماباتا، وذلك بعد مرور 3 أعوام على اختطافه. صادف يوم الثلاثاء 16 آذار الذكرى السنوية 3 على مجزرة حي المحمودية بعفرين بكردستان سوريا، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الكرد ممن كانوا قرروا العودة إلى قراهم والفرار من القصف العنيف في مركز المدينة بسبب الحرب والاشتباكات العنيفة في محاور القرى الحدودية من نواحي الشرة بلبلا راجو. نزح عشرات الآلاف من الكرد باتجاه مركز مدينة عفرين، وفي 16 آذار عام 2018 قرر الكرد العودة إلى قراهم والقرى الحدودية. وبالرغم من تواصل القصف والاشتباكات على مركز مدينة عفرين، إلا أن بيدي عن طريق حاجز المحمودية منع الأهالي من العودة إلى قراهم ووضع السواتر الترابية للحد من عودة الأهالي إلى قراهم. وبسبب إصرارهم على العودة إلى قراهم انفجرت أسطوانة غاز وراح ضحيتها العشرات من المدنيين وجرح العشرات. ونشر إعلام بيدا أن طائرة استهدفت تجمع المدنيين في حاجز المحمودية، وبعد ذلك أجبر المدنيون إلى النزوح عن طريق حاجز ترندا إلى مناطق ريف حلب. وبحسب شاهد عيان ممن قرروا العودة إلى قراهم أن المجزرة نجمت عن انفجار أسطوانة غاز، وكل ما يقال أن المجزرة كانت نتيجة قصف الطائرة عار عن الصحة، مؤكدا لم نسمع صوت طائرة تحلق فوقنا. صادف يوم أمس الأربعاء الذكرى السنوية 8 على مداهمة بيدي لقرية شقلمة التابعة لناحية راجو بعفرين بكردستان سوريا واستهداف أحد شبان القرية مما أدى إلى استشهاده. وأقدم مسلحو بيدي بتاريخ 17 آذار عام 2013 على مداهمة قرية شقلمة، وأصيب على إثر المداهمة الشاب شرفان سيدو وبقي مرميا حتى فارق الحياة واستشهد. وجاءت مداهمة قرية شقلمة بعد أيام من ارتكاب البيدا مجزرة قرية برج عبدالو بتاريخ 8 آذار من العام نفسه، والتي راح ضحيتها 4 من أهالي القرية شهداء. وخلال تسلم بيدا زمام الأمور في عفرين قام بارتكاب العديد من المجازر بحق الكرد فيها، كمجزرة آل شيخو في ناحية شيا ومجزرة شيخ حنان ومجزرة قرية برج عبدالو والعديد من المداهمات وحملات الاعتقال التعسفية بتهم واهية. يستذكر الكرد في كافة أجزاء كردستان وفي المهجر جينوسايد حلبشة
الإبادة الجماعية، حيث راح ضحيتها الآلاف من الكرد جلهم من النساء والأطفال بعد قصف النظام العراقي السابق للمدينة بالكيماوي. وفي ذكرى جينوسايد حلبشة، قال الرئيس بارزاني: من المخجل جدا بعد جريمة قصف حلبشة بالسلاح الكيماوي والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد شعب كردستان أن يبقى الصوت والعقلية الشوفينية متسلطا في العراق وأن يتم تجاهل حقوق شعب كردستان. وفي السياق، أحيا المجلس الوطني الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا الفاجعة واستذكرا شهداء مجزرة حلبجة في كافة مدن وبلدات كردستان سوريا. وطالب المجلس الوطني الكردي في بيان له باعتماد يوم 16 من آذار من كل عام يوما عالميا لتحريم ومكافحة الأسلحة الكيميائية، ودعا أبناء شعب كردستان إلى أن تكون هذه الذكرى الأليمة حافزا لرص الصفوف ومواجهة التحديات. قالت جبهة السلام والحرية في بيان لها بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية إن شرارة الثورة السورية التي انطلقت في آذار عام 2011 كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من المعاناة والقمع وانعكاسا لنضال وتضحيات شعبنا السوري المحب للحرية على مر المراحل المنصرمة من تاريخ نضال شعبنا السوري، ومنها الانتفاضة الكردية المجيدة في 12 من آذار عام 2004 ضد ممارسة النظام الدكتاتوري الشوفيني. هذه الانتفاضة السلمية التي انطلقت من مدينة قامشلو لتصل إلى حلب ودمشق وهزت كيان النظام كخطوة أولية لكسر جدار الخوف. وأضاف بيان جبهة السلام والحرية: إننا في جبهة السلام والحرية نؤكد لشعبنا السوري التواق للحرية بأن ثورة الحرية والكرامة لم ولن تتوقف طالما هناك نظام مستبد وقاتل لشعبه، وهناك الآلاف من المعتقلين والشهداء ناهيك عن ملايين المشردين. وطالبت جبهة السلام والحرية المعارضة السورية لرص الصفوف لإعادة الأمل والثقة للسوريين واستلام زمام المبادرة. صادف يوم السبت الماضي ذكرى رحيل جوان ميراني، أول نقيب لنقابة صحفي كردستان سوريا إثر مرض عضال. وفي السياق، أصدرت نقابة صحفي كردستان سوريا بيانا قالت فيه: في كل سنة حينما نستذكر هذا الرحيل فإننا نستعيد الخصال الحميدة للراحل ميراني، ورغم أن يد المنية خطفته على عجل وهو في منصب النقيب، لكنه كان دائم القلق على كل أهله الكرد، وخاصة بعد موجة الهجرة الكبيرة نحو وطنه إقليم كردستان. وكان ميراني يعمل ليل نهار من أجل توفير مستلزمات الراحة والأمان لهم، وفي كل اجتماع لمجلس النقابة كان المرحوم ميراني دائم السؤال عن أوضاع الصحفيات والصحفيين الكرد في وطنه غرب كردستان. جوان ميراني من مواليد عام 1971 من قرية سويدية التابعة لريف ليريك بكردستان سوريا، عرف بنشاطه وعمله بين صفوف الشباب والبيشمركة والصحفيين. انتخب عام 2013 كأول نقيب لنقابة صحفيي كردستان سوريا. متابعينا، وبهذا نصل إلى ختام حصاد الأسبوع. دمتم بخير. في أمان الله.